العمل لم يتوقف في روابي، العمل ماشي على وتيرته العالية بدون شك. إحنا طلعنا إحنا تصريحات إنه حنبطئ وحنسكر، وهذه طرقنا للضغوطات عشان ناخد حقوقنا، وخاصة بموضوع المياه اللي لسه ما حليناها، ولكن إن شاء الله بتنحل خلال كم يوم. أنا بتوقع بإذن الله بنهاية شهر واحد أول شهر اثنين منبنى نسلم مئات البيوت المبيوعة للسكان. الشائعات اللي طلعت يمين وشمال أنا مش رح أرد عليها، كلها شائعات كاذبة. اللي بيحب يشوف يجي ويتفرج بنفسه، بيشوف 4-5 آلاف فلسطيني قاعدين بيشتغلوا ليل نهار في بناء هذه المدينة. مؤتمر زي هذا المؤتمر إكسبوتك مهم جدا جدا، لأنه بيزيد الوعي عند أولا شركات أنظمة المعلومات، وثانيا عند المجتمع الفلسطيني بشكل عام على أهمية المدن الذكية، وبحثهم على العمل معها وتطوير أعمالهم لخدمتها والعمل فيها. فأنا بعتقد خيار مؤتمر إكسبوتك السنة هذه مدن ذكية لمجتمع مبدع هو خيار مناسب جداً.